تعالوا دلوقتي نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتتيح وزارة التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة التسجيل بموقع التنسيق للتقدم لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات اللي يشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024. النهاردة أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو بدلاً من الثلاث الموافق 23 يوليو. النهاردة هتشغل وزارة النقل رحلات يومية لمهرجان العالمين بأتوبيسات فاخرة، وهيتم نقل المواطنين من القاهرة والإسكندرية لداخل المهرجان في مدينة العالمين الجديدة، وأيضاً مناطق المعارض الخاصة بالهيئات والشركات الحكومية والمنتجين الشباب والطلبة المشاركين في المهرجان. أيضاً الشاطئ العام وشاطئ المهرجان ومنطقة الحفلات وكل النقاط الحيوية داخل مدينة العالمين الجديدة ومحيطها لخدمة الحضور وكل المواطنين في المناطق المجاورة ومطروح والمحافظات القريبة ذات الخدمات المشتركة في العالمين والساحل الشمالي.